أول ما بديتنا الفكرة وقت اللي جيت منظمة الياسمين الجربة عملت فورماسيون للشباب اللي في الجربة. المجتمع المدني هب هبة رجل واحد للأمانة وقت اللي استدعوه استدعته المنظمة هذه. دونك احنا مجموعة متاع شباب جربة حومة السوق اخترنا باش نخدموا في اليسارية. دونك أهم مشاكل هما كانت التلامذة عندهم مكتبة فقيرة ياسر. عملنا فكرة علاش ما نأثثوش المكتبة هذه، حلينا حملة كبيرة على الباج فيسبوك ووسائل الإعلام. الكتاب كما قال الشاعر خير جليس في الأنام كتاب. الكتاب الثانية واللي خرجت زيدا منها متلامذة اللي هم قاعة المراجعة ناقصة برشا، هما بالسيتاسيون بتاعهم بالضبط قالوا ما تشهيش على القراية. دونك شفنا حل، قلنا علاش ليه من زينوهاش. دونك دهناها أول حاجة دهناها، ومن بعد جبنا زوز رسامين متاع المدينة ما شاء الله عليهم. كي يشوف ناس معناها ديزارتيست يجي يرسم في الليسي نتاعها ولا في الحومه نتاعها، هو اصلا يولي يتشجع، فهمتني؟ والمرحله الرابعه والاخيره في المشروع هي محطه الانتظار الحافلات. كيف عندنا قدام المعهد تلامذه يقعدوا في القايله ما يلقوش وين وقت اللي ينتظروا في الحافلات. ذاك علاش حبينا نبنيو لهم محطه، وعملنا زيادة كيفاش باش يكون دور التلاميذ في المحطة هذه. دونك يلزم الرسومات والنقشات اللي باش تزين المحطة يكون من إبداع التلاميذ. دونك مع جاسمين فونديشن نشطنا وعرفنا اش معناه بالرسمي مواطنون فاعلون، خاطر ديما نسمع في الكلام وشنية المواطنة وشنية كيفاش تكون مواطن فاعل. ما تعرفها بالرسمي كان كي تحسها وتكون فاعل في بلادك وتنجح مشروعك.